اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تتشوفوا الفيديو ديال اليوم، الوصفه اللي غنشارك معكم في القناه هما لي بريوش بالباربا. كيجيو رائعين البنات، ما نقولش لكم، كيعطي واحد المذاق وواحد اللون واعر. كنت ديجا في القناه شاركت معكم واحد الوصفه ديال لي بريوش بالقرعه، اللي ما كان شافهم يرجع، راه كاينه في القناه الوصفه، حتى هما راه كيجيو رائعين. اللي كيبغي يدخل الخضر في وسط الخبز، عتي راه صحي صحي بواحد الدرجه ما كتصورش على البال. غنحتاجوا لهاد الوصفه واحد 500 غرام ديال الطحين فورس، غنديرو الفورس باسكو سي تون بريوش، ما عندنا ما نديرو. عندنا واحد 200 غرام ديال الباربا طيبتها، انفان سلقتها وطحنتها مزيان، درتها بيغي. عندي هنايا 60 غرام ديال سكر سنيده، عندي 50 غرام ديال الزبده تكون مطلوقه على حراره المطبخ، وعندي 100 مليليتر ديال الحليب دافي، وعندي هنا بيضه، وعندي الملحه على حسب كل واحد والذوق ديالو. عندي 20 غرام ديال الخميره ديال العجينه، واحد المعلقه كبيره ديال الماء الزهر. دابا غادي ندوزو باش غادي نخلطو المقادير كامله وغنوجدو لا بغيوش. اول شيء غادي نديرو، غناخدو شويه ديال السكر غنديروه مع الحليب، ونزيدو عليه الخميره ونخليوهم يتجانسو مزيان، وعاد نكملو البنات. هنا البنات غادي ناخدو طحين نديروه في الروبو، ولا نعجنو غير بيدينا ماشي مشكل. نديرو شي حفيره هنايا ونزيدو هاد لي زانغغيديون كاملين في دقه واحده. غنديرو الباربا، هنايا الخميره من جنسات مع الحليب والسكر بيان سور، غنزيدو البقيه ديال السكر، الزبده، نديرو الماء الزهر والبيضه. وهنايا غادي نميلونجي ونخلطو، هنايا غير نخلطو مزيان 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 واحد 5 ديال الدقائق تتجانس ليا الطحين مع الشيء الاخر، وعاد نبداو نعجنوه. مي دابا غنبداو غير بالتخلاط، والملحه كي ديما رانا تنخليها حتى الوسط ديال العجينه. بسم الله. هنايا البنات حبست العجانه، وقلت نوريكم اللون الرائع اللي كتعطى في وسط لا بغيوش. هذا اللون الاحمر ان شاء الله منين غادي يطيب، منين غادي يطيب ما غتبقاش فيه هذا اللون، غيولي واحد اللون غوز بيرد ما يبقاش يبان. شوف دابا لا كولور مجهده بزاف بزاف ديال لون الباربا، عطاها واحد المنظر رائع. هنا من بعد ما دازت 5 دقائق ديال التخلاط، دابا عاد غادي ندور العجانه النيفو ديال العريك، وغتعرك واحد 10 ديال الدقائق بلا ما تحبس، وانا غنزيد ليها المليحه. دابا شوفوا اللون الرائع ديال لابغيوش، شفتوا اللون كي داير واعر، كيعجبني بزاف هذا اللون. هانتوما معقوله البنات راه ما غاديش يبقى هذا اللون هكا. هنايا البنات لابغيوش تعركات مزيان، هانتا كتشوفوها راها خفيفه ماشي مشكل، معروكه مزيان، دوك لي زانغغيديون كلهم دخلوا فيها. وشوف اللوين كي كنقول لكم البنات، اللوين واعر. دابا غنشدها غادي نديرها في انسالادي هنايا، وغادي نخليها تخمر ساعتين فشي بلاصه ما يكونش فيها الكورون دير. ديريها في الفخشيه في الفران، ولا شي قنيطه عندك في الكوزينه، غطيها بفيلم اليمونتير وعاد شي طورشون، وخليها تخمر ساعتين حتى تدوبل في الفوليوم. هنا من بعد ما داز ساعتين ديال المكانه، شوفوا العجينه كي ولات خامره، دوبلات الفوليوم ديالها. دابا غادي نحيد هذا الشيء وغادي نديغازيها شويه، غادي نديرو شويه ديال الطحين، غير شويه ماشي بزاف، وغادي نحاولوا نحيدوا منها الهواء.
انا هنايا في هاد ليطاب كنعبر لاباط ديالي شحال فيها وغادي نقسمها على 8 وغادي نعبرهم انا من الاحسن باش يجيوني متساويين. كي شفتو البنات هنايا جلست كنكور فيهم كويورات صغيورين، كندير غير شويه ديال الطحين، ما كنكثرش الطحين. كيف شفتو راني كورتهم كاملين عبار واحد وشديت مول ودرت له شويه ديال الزبده، وغادي نشد وغادي نبدا ندير ليها هكا بيديا وغادي نحطها في المول بحال كنعليها هكا، ما كنخليهاش مبسطه. هنا ساليتهم كاملين حطيتهم في المول، دابا غادي نخليهم يخمروا واحد ساعه ديال المكانه عاد نرجع لكم البنات. هنا البنات لا بريوش هي خمرات، دابا شديت صفر ديال البيض وغادي ندهنها به غير بشويه باش ما نهرش هاد التخمار اللي هو فيه، وغادي ندير عليه شويه ديال الشوفان من الفوق وصافي. وغادي نخشيها في الفران على 180 درجه اللي بديت انا كنسخن فيه، غادي ندخلها 30 دقيقه حتى طيب ليا لا بغيوش ونخرجها. وهذه هي لا بريوش من بعد ما طابت في الفران، خرجتها وبريزونطيتها بهذا الشكل. نتمنى انها تعجبكم وترقكم، ما نقولش لكم البنات جات غزاله وبنينه وهشيشه وكتذوب في الفم، ولا اللون ولا المذاق ديال الباربه ما غادي يعرفو حتى شي حد. وكتبقى هذه فرصه باش اننا كندخلو الخضر بجميع الالوان ديالها في الخبز اولا في اي حاجه بغينا نصوبوها في الدار. كي كتشوفوا البنات هنا من بعد ما قطعت ان مورسو درتو مع شويه ديال العسيله، ما نقولش لك كيدوب في الفم. وكي كتشوفوا هنايا الداخل ديال لابريوش كله مثقب وجات فريمون مهويه من الداخل. هاد لا غوسيت اللي شاركت معكم اليوم كتستحق 100% انكم تجربوها، وما تنساوش الى عجبتكم تخليوا لي دي لايك لا فيديو. واللي مازال باقي ما شاركش معايا في الانستغرام فانا كنشارك فيه اليوميات ديالي دائما لي غوسيت اللي كنوجد وكنحطهم، فما تنساوش تمشيو الانستغرام، رانا غنخليكم لادريس ديالي هنايا في الفوق. نتمنى ان لا فيديو اللي شاركت معكم اليوم تعجبكم وتبارطاجيو ما شين مع الاحباب ومع الاصدقاء. سور سو غادي نقول لكم وقت شوفين، غادي نشوفكم طبعا في الفيديو المقبل ان شاء الله. الى اللقاء.